اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء ودركوه وشماتة لا عاد اضبط اللغة، أنت رجل من أهل اللغة لازم ندقق معك. اللهم إني أعوذ بك، أكمل. من جهد البلاء هي. ودرك الشقاء. لا كيف كيف تقول دركوا؟ ودرك الشقاء. أيوة نعم، أنت رجل من أهل اللغة. وشماتة العدد. يقول سفيان بنت واحدة، هل هذا صحيح؟ نعم، هو الحديث في 4 فقرات. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. فبعض العلماء يقولون إن هو سفيان يقول زدت واحدة، جهد البلاء، درك الشقاء، سوء القضاء، شماتة الأعداء. قيل إنها شماتة الأعداء وقيل إنها سوء القضاء. السلام عليكم.